وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. مرحبا بك دانا، يعني ماذا لديك من تفاصيل بشأن ما يعرف بيوم الفوضى؟ نعم، بعد التحية دعينا نقول أنه للأسبوع الثاني على التوالي ينظم قادة الاحتجاجات يوم الشلل العام في إسرائيل، وهذا المسمى الذي أطلقه قادة الاحتجاجات على هذه التظاهرات. صبيحة اليوم كان هنالك تحرك غير مسبوق، حيث أغلق متظاهرون الشوارع الرئيسية وتظاهروا ووصلوا أمام وزارة الأمن في تل أبيب. عدا عن ذلك كان هنالك اقتحام لمبنى البورصة في تل أبيب أيضا، وكذلك الحال في عدة مباني مهمة في تل أبيب وفي شوارع رئيسية. أغلقوا المتظاهرون الشوارع الرئيسية هناك تمديدا وتمهيدا لبدء في تظاهرات وحشودات كبيرة كان قد دعا إليها المتظاهرون اليوم، ردا على استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما أسماها التعديلات القضائية. لماذا اختيار يوم الثلاثاء أيضا؟ وذلك لأن اليوم سيتم مناقشة مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة للتأكيد عليه والتصويت عليهما، لينتقل من مرحلة مشروع قانون إلى قانون إسرائيلي يسن، وبهذا يكون هنالك تقويض للسلطة القضائية لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية. كذلك الحال يعني عدة مقاطع وعدة محاور في البلاد شهدت تظاهرات، ولكن مع مساء هذا اليوم أو حتى بعد تمام الساعة الرابعة تكثر الحشودات في شوارع تل أبيب في حيفا بير السبع ومدينة القدس أيضا. كذلك الحال الشرطة الإسرائيلية كانت قد أعلنت في بياناتها أنها اعتقلت 5 من المتظاهرين الذين أعاقوا حركة سير المركبات والمواطنين على حد تعبيرها، وخاصة في شوارع تل أبيب. نعم، يعني لو تفندي لي دانا مطالب المتظاهرين، وهل هذه التظاهرات تشبه التظاهرات السابقة أم هناك اختلاف هذه المرة؟ نعم، دعينا نقول أن المطالب تتمثل بعدم تمرير هذا المشروع القانون، وقد تم التصويت عليه بالتأييد كافة أعضاء الائتلاف الحكومي، ما يقارب 64 عضو كانوا قد صوتوا بالتأييد على هذا الموضوع. عدا عن ذلك نتحدث أن هنالك مطالب بوقف تمرير مشاريع قوانين أخرى سواء في القراءة الأولى أو القراءتين الثانية والثالثة. لماذا ذلك؟ لأنهم يرون بأن في ذلك تقويض للقضاء الإسرائيلي ومحاولة من نتنياهو للالتفاف على القضاء وحتى سلب قدرة المحكمة العليا الإسرائيلية من تنفيذ قراراتها على السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما ذكرنا هنالك تظاهر اليوم وغدا هنالك دعوات، وكذلك يوم السبت لحشد عدد أكبر من المتظاهرين لمنع تمرير مثل هكذا مشاريع قوانين. نعم، أشكرك دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.